وفي سنة 1935 يعني بدات هذه الحديقة هذه كتخدم. هاد الثلاث سنين هذه كانوا كيبحثوا باش يشوفوا الانواع ديال النباتات اللي غادي يعني تناسب المناخ ديال الجهة الشرقية. كانوا يدرسوا يعني النباتات اللي يقدروا يديرهم هنايا ويصدقوا يعني ما غاديش يضيعوا لهم بهذا المصطلح، يعني يديروا النباتات اللي ما غاديش يضيعوا. واحد الشجره نراها قديمه هنا في هذا البارك، هذا تهرست بفرع كبير، تهرس بهذا الشجره. السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان نحن كنتواجدوا بمدينه وجده امام هذه الحديقه، واحده من اقدم الحدائق في المغرب، حديقه لالا عائشه. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نعرفوا بعض المعلومات التاريخيه على هذه الحديقه، هذه حديقه لالا عائشه بمدينه وجده. هذه الحديقه هذه اللي دارتها فرنسا يعني ايام الاحتلال الفرنسي للمغرب، بنات هذه الحديقه هذه وصممتها يعني بعض المهندسين ديال دوله فرنسا. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على هذه المعلومات هذه التاريخيه على هذه الحديقه هذه. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا خوتي، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، مع الاحباب ديالكم، ما تنساوش تخليو لنا لي لايك ديالكم والتشجيعات المحفزه، وما تنساوش تصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم. على بركه الله خوتي، نمشيو مجموعين نستكشفوا هذه الحديقه هذه. الان الاخوان احنا كنتواجدوا في المدخل ديال هذه الحديقه هذه، ديزاين عندها قديم اللهم بارك، تصميم يعني ديال فرنسا. في هذا الفيديو غادي ندخلوا ان شاء الله ونستكشفوا هذه الحديقه ان شاء الله. بدا اولا ممنوع دخول الدراجات. بسم الله على بركة الله اللهم بارك، مناظر رائعة. هذا هو المدخل ديالها، شو الأشجار تبارك الله قداش. هاد النخلات هادو راه تكون فيهم واحد 30 متر ولا فايتة، اللهم بارك، تقدر تكون فايتة 30 متر اللهم بارك، ما شاء الله. هاد البارك هذا ولا هذه الحديقة هذه حديقة لالا عائشة، الفكرة اللي جات في سنة 1932 ميلادية، يعني أيام الاحتلال الفرنسي للمغرب. وكما كنعرفوا وكيعرف الجميع، الاحتلال الفرنسي للمغرب بدا بهذه المدينة هذه، مدينة وجدة، المدينة اللي عندها تاريخ. مدينة وجدة من هنا بدا الاستعمار الفرنسي للمغرب، يعني فرنسا دخلت يعني الجزائر مدينة وجدة باش تدخل المغرب، هذه هي البوابة ديال المغرب. الاحتلال الفرنسي كان بدا في سنة 1907 ميلادية، ومن بعد ما يعني فرنسا استعمرت على المغرب، شوف مناظر تبارك الله ما شاء الله كي دايرة، اللهم بارك. كما قلت لكم الإخوان، من بعد ما فرنسا استعمرت المغرب سنة 1907، في سنة 1932 كانت واحد الدراسة ديال مجموعة ديال المهندسين والرسامة فرنسيين باش يديروا واحد البنك وواحد الحديقة في مدينة وجدة، وبقيادة المهندس الفرنسي غوني ميتر، يعني هذا هو القائد ديالهم، وداروا واحد الدراسة شاملة وشراوا واحد البقعة أرضية المساحة ديالها 20 هكتار، هي فين حنا كنتواجدوا درك. ودرك درت واحد داك التطبيق اللي كيعبر المساحات، لقيتها ما وصلش 16 هكتار، كاينة تقريبا واحد 14 هكتار، يعني كيما نقولوا ربما راه نقص بها واحد 6 ديال الهكتار. هي كانت فيها 20 هكتار في الاول، من شراو هذه المساحه هذه تما في سنه 1932. وفي سنة كيديروا كانوا كيبحثوا باش يشوفوا الانواع ديال النباتات اللي غادي يعني تناسب المناخ ديال الجهه الشرقيه، كانوا يدرسوا يعني النباتات اللي يقدروا يديرهم هنايا ويصدقوا يعني ما غاديش يضيعوا لهم بهذا المصطلح، يعني يديروا النباتات اللي ما غاديش يضيعوا. واحد الشجره نراها قديمه هنا في هذا البارك، هذا تهرست بفرع كبير، تهرس بهذه الشجره هذه اللي هنايا. كما قلت لكم الاخوان، في سنه 1932 حتى 1935، يعني 3 سنين ديال الدراسه. في 1935 صافي بدات كتخدم هذه الحديقه هذه، يعني تم الافتتاح ديالها، وكان الاسم ديالها هو بارك غوني ميتر، يعني عرفانا بالمصمم والمهندس غوني ميتر اللي دار لها التصميم. وفي سنه 1947 يعني داروا لها واحد الترميم
للمدخل ديال الحديقه اللي فيها في هذا الباب هذا اللي دخلنا، راه داك هو الديزاين اللي كانوا داروا له. كان داروا واحد المهندس سميتو لويس غوميز، وهاد الحديقه هذه راه واحده من اقدم الحدائق في المغرب، واحده من اقدم الحدائق في المغرب. كما كتشوفوا الديزاين ديالها اللهم بارك، ديزاين رائع، تصميم رائع، و الاعتماد اللي داروه هنا في هذا التصميم كانوا جابوه مشابه بالتصميمات الاندلسيه. كانوا دايرين النافورات ديال الماء، دايرين الانواع ديال النباتات. النباتات اللي كانوا هنا راه كانت ازيد من 200 نوع ديال النباتات، من ازيد من 200 نوع نباتي اللي كان هنا في هذه الحديقه، هذه حديقه لالا عائشه. دركوا الاخوان وحنا كنديروا دوره في هذه الحديقه هذه، يعني غير باش تدخل لهذه الحديقه هذه، يعني راه بكل صراحه يعني يكون لك الشرف انك تدخل لهذه الحديقه هذه. الانسان بالنسبه للناس اللي غادي يجيو لمدينه وجده خصكم ضروري تزوروا هذه الحديقه هذه، حديقه كبيره ما شاء الله، وفي نفس الوقت يعني نقيه. شوفوا تبارك الله الغازو كي داير، يعني ماشي مهمله. بعض المناطق ولا بعض المدن كتلقى واحد الحديقه ولا، واخا ماشي كتكونش المساحه قد هذه، ولكن كتلقاها مهمله هذه اللهم بارك. يعني مازال كاينين الناس هنا راهم خدامين فيها، راهم يقابلوا الناس، راهم يسقيو الجر بحال هكا. هذا عاد منفخ ملي هي راه تيوات شاعلين انهم يسقيو، غادي نوصلوا من جهتهم. هنا كاين اللهم بارك الكراسه كما راكم تشوفوا، يعني تجي هنايا تجلس انت والعائله ديالك، تجيب الوليدات ديالك. الانواع ديال الورود وديال النباتات انواع بزاف مختلفه، ماريش تلقى غير نوع واحد ولا زوج ولا 10 ديال الانواع ديال الورد ولا ديال النباتات. بحال هكا هنا غادي تشوف شكل، تمشي جهه اخرى غادي تلقى شكل اخر ان شاء الله، واللون خضر تبارك الله يريح العين اللهم بارك. الكراسه كاينين موجودين على الجهد، كراسه يعني ديال السيما كما نقولوا، ولا ديال من هذا مشات لي السميه ديالو، موزايك ولا كيقولوا له بحال هكذا، لا موزيك ولا شي حاجه بحال هكذا. هذا راه بان بلي قدام وما ما يضيعوش. السلام عليكم، الله يعاونكم، الله يسخر، الله يحفظك. هذا واحد من العمال اللي راهم هنا، الله يعطيهم الصحة والله يحسن عونهم، الناس اللي راهم ساهرين على هاد الحديقة هادي. اللهم بارك اليماني ها هو راه يفلوكي عاود جاي من لهيه. الحاج اليماني يا خويا هذاك الشيء رائع، اللهم بارك، اللهم بارك، هذاك الشيء رائع. مازال ما مشيتش من هنا انت؟ غادي نمشي تما، وانت مشيت منا؟ مازال اوكي كيما نقولوا ونديروا دور نتلاقوا في التالي ونديروا الخاتيم خلاص. يلا ان شاء الله اللهم بارك. داك الشيء والله لا رائع، شوف هاد الشجره هادي عاد النخله هنايا تبارك الله ما شاء الله. سعدات الناس ديال وجده بهاد الحديقه هادي، بصح سعداتكم والله العلي العظيم، يعني شي حاجه اللي رائعه. غادي ندخلوها ان شاء الله ونستكشفوا المكان. شوف هنايا عاوتاني كاين نوع اخر ديال هاد الشجر هذا مقصوص من ريقل اللهم بارك. ها هو هذا المدخل، الممر هذا دايرين هنايا جوج ديال اصحاب الاحتياجات الخاصه، بحال اللي غادي يهود يمشي منها ولا غادي يجي طالع يطلع من ليها، واصحاب الدروج اللي عندهم رجلين صحاح اللهم بارك ولا شافي الجامع. يعني حتى بي كيف تلاقوا يفكروا في هاد الفئه ديال الناس اللي معجزين ما يقدروش يتمشاو، راه فكره مزيانه. لقاش المهم موضوع اخر من بعد نهضروا فيه ديال المشاكل اللي كيعانيو بهم هاد الفئه هذه ديال المواطنين اللي كيبغي يدخل غير لشي وكاله ولا يمشي شي حانوت ولا ما يقدرش يتلعب في التريطوار، هذاك موضوع اخر. دركي حنا كنهضروا على هاد الشيء اللي رائع وهاد الشيء اللي كيريح العين تبارك الله. فضاء كبير واعر ديال بصح، وراه عندي شي تصاور ديال هاد البارك في ايام الاستعمار الفرنسي، تصاور اللي دارتهم فرنسا اسود وابيض، يعني كانوا سامبل بدون الوان. غادي نحاول ندبر عليهم في الارشيف ونخليهم لكم هنايا في الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. الا توفقتوا تلاقيتهم غادي نبارطاجيهم معكم باذن الله، غادي ندير مجهود باش نجبدهم. وانا كانوا عندي غير في الرهم، بعض المرات ما كتدور على حاجه ما تلقاهاش، بعض المرات ما تدورش عليها كتطلع لك. حديقه رائعه هنايا، خص نورمالمون شويه ديال الماء في هاد شبه مسبح، يعني دايرين الحيوانات ولا ربما الاطفال ولا ما عرفتش كان فيه شي نافوره ولا. الاخوان من هنايا من هاد الشجره هادي، هاد الشجره اللي عندها حتى هي تاريخ، غير من اللي طحت هنايا حتى
طحت في سنه 2001، سنه 2001 اللي طاحت، وبقى طايحه هنايا. ومنظر عندها رائع صراحه، واخا راه طايحه انا ما خصهمش يرميوها، وخص الناس يحافظوا عليها لحقاش لقيت فيها واحد الكتبه، الحاجه اللي كتكون طبيعيه خصها تبقى دائما طبيعيه. بهذا المكان هذا بالضبط خوتي نقول لكم السلام عليكم. شكرا بزاف على المشاهده بالنسبه للناس اللي وصلوا لهاد الدقيقه بالضبط. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش تصليوا على النبي. شكرا بزاف على المشاهده خوتي، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.